سلام، اهلا وسهلا بكم الجميع. ان شاء الله تكونوا عجبتكم الحلقه الماضيه. هاي الحلقه صراحه مخصصه لكل شخص كل يوم بيبعث لي مسج كيف اتعلم دريفتنج، وين ممكن اتعلم، بنات يعملوا دريفتنج، حدا ما له دخل بالسيارات يعمل دريفتنج. الحلقه اليوم كلها عن موضوع برو دريفت اكاديمي. معنا بكي. هلو، عسلامة. محمد رحمة. هلا مرحبا، كيف الحال؟ معنا الانستراكتور وبطل دريفتنج كمان ميرو. هاي ميرو، اشرح لنا شو البرو دريفت اكاديمي. اول شيء، اول شيء اهلا وسهلا فيكم بالبرو دريفت اكاديمي. It's really nice having you here guys. Technically speaking we'll be learning drifting, but it's obviously I mean اسباب البرو دريفت. So we'll be learning how to drift. We have all kind of cars to teach you all levels. نحن طبعا بنبلش rookie cars, Nissan 350Zs, stock cars, very minimal adjustments عليهم, handbrake, coilovers, welded diff, which is the basics to get into drifting. كثير ناس بيسألونا بيقولونا ليش ما بتحطوا angle kits عليهم؟ بالبداية ما بدك angle kit. We need to learn how to feel the car without an angle kit. لأنه تتعلم أحسن. 100% الفيلينج، عرفت كيف؟ إذا بتحط angle kit واي سباب أو FDF أو whatever دغري بتروح full angle خلاص السيارة gonna save itself. فما حتتعود على limit على feeling of being close to proximity. فكرة أنا منقله كل هذا الحكي. حد بيقول لي بدنا وايس فاب، لا تعلم على السياره بدون وايس فاب كيف انت تضبط سواقتك، مش سياره تسوق. صحيح، بعدين بتروح السياره. طيب معنا محمد رحمه. I don't know what angle kit. بتذكر كنا مره التقينا ب كان في شيء باوكلي او شغله، المهم فمحمد كنا بنحكي على دريفتنج شو بتساوي ما بتساوي. بتذكر وقت قلت لي بدنا او انت لازم بدك تجرب 100 سبورت. صح، حاليا انا احاول العب 100 رياضه مختلفه علشان نحن نراوي جميع الرياضات المختلفه الموجوده في الامارات. اذا انت مثلا ما عندك القابليه تلعب رياضه، تلعب كره او شيء ثاني، في رياضه ثانيه موجوده لك، روح جرب وسوها. في اليوم نهايه حياتي ما جربت درفت ولا مره في حياتي، لا يلس سياره درفت او شفت درفت او حتى يلس سياره واحده منها. في اليوم ابى اجرب. وباكي كمان طلعت معي بتذكر بالاس 14 بالسلفيا، اجت معي وصراحه هلا انا كنت متوقع تخاف وقتيها. هذا كان تشالنج، كان تشالنج بس بتخاف وصراحه تنكسنا يعني ولا صار شيء فيها يعني ولا صديق ولا شيء جوا السياره ولا كان في شيء. كنت خايفه من داخل داخليا بس من برا ما ببين يعني. بس بتذكر حطينا ساعة ودقات قلبي طالعة. طلعت خلاص هذا المطلوب. فبرضه بكي وقت سألتيني كيف واحد ممكن يتعلم وهيك، واكتشفنا انه بكي بتسوق غير عادي، بس صار يمكن سنتين ثلاثة مش سايقة. رح ناكل هوا. Tina for the love of God turn away or stop the brakes. Tina on the left you're about to hit that car the brakes hit the brakes. بس على فكرة هذا تحدي أكبر لميرو، نشوف إذا هل هو فعلا. احنا جينا اليوم مش نعمل له تيست، هل نعمل تيست لميرو؟ كل شخص بسيارة first will be doing a briefing. في briefing لسه جوا. بعدين بعد البريفينج بنروح على السيارات نجيب تسييس. الحمد لله اليوم ما رح أعمل ولا شيء، جايب معي شوي منقل. يلا اوكي بريفينج على السيارات، بعدين نشوف ميرو شو بده يخبص. يلا يتعلم دريفتنج كيف بيصير. طلعوا صراحة أول ستيب طلع بس بيرفعوا هامبريك، شايفين؟ بس ليش؟ ليتعلموا يتعودوا يدعسوا كلتش مع هامبريك، يعني بس تتعلم ترفع هامبريك على ستريت صراحة. حلوة. هلا رح نتعلم كل الخطوات ونروح نفتح دريفت أكاديمي لحالنا صراحة. نكسر شغل ميرو. صراحة أنا متفائل كثير جدا فيهم يعني. بس أحلى شيء صراحة الجو، أحلى شيء القعدة هون. هلا كمان شوي بنجيب المنقل بنجهز هون. الساعة 6:30 لسه في 3 ساعات. أنا متحمس على أكل أكثر من دريفت صراحة. You
let's do it again. That took عادي صراحة. صراحة I'm impressed. هتشوف في أمل صار شيء لقطة بالجنة. في أمل. تعرف إيش صار؟ في أمل جد. اسمع حكى هيك على أساس إنه أسحب سحب. سحب 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 سحب. بس في فرق بيناتهم. بس في بس اسمعي في فرق بيناتهم كبير. لا بس كيف شو جد؟ حبيت. حلو ولا لا؟ شوف بالحمام. أخيرا أخيرا. والله شعور ألف. والله أنا وأنا كار. أنا وأنا كار. اليوم يا سيدي احمد طلع اول مره متحمس هيك قلت لكم قلت له على فكره لسه والله. لسه ما شفتوا شيء والله انت عارف انت شايفين 5% 10% لسه صح اللي شو هام بريك لسه والله بس تعمل دونات تعمل دونات يروح والله والله العظيم اقول لك تجيك قلبي لا بس اسمع صراحه وحش حلو يلا احمد جوعان هلا كمان شوي استنى شوي جاي برجر بس خلينا نشوف شو بيعملوا اول شيء شكله اللحمة حنعمله بالبيت انا مش شايف حدا عم بيسوق كويس لسه والله بكي لعيبة شفت مين رهيب ما شاء الله من اول لفة محمد هذا ميرو تعال خذ رد بول وارجع سوق الحين دونت لا عم بعلمها دونت انا افضل انه ياخذ بريك يرتاح اوكي اوكي طب يعني رجلك يا دوب على الثروتل شويه بس عربية اثنين بعدين اثنين واثنين ونص شوي بتزيد عقب لما اقول لك جو تلف السكان شويه تدوس ريس تهد السكان بس تلف السكان شويه ريس كامل بدون هاند بريك دون شيء خلاص انسى الهاند بريك بعدين اول ما تحس السياره سوي الدرفت بس سوي تهد الثروتل بعد تهد الستير بعدين ترجع على الثروتل سيت بالانس بين الثروتل هذا على كم يكون الار بي ام 3000 4000 4500 خلي بين هلا انت لازم تحس هلا بالنهايه هي بتصفي احساس انت شو حاسس قديش بدك ثروتل قديش بدك باور قديش بدك احيانا يكون انجل بيست على الانجل بيست على الانجل وقديش انت سرعتك وقديني في كثير بس اسمع رح تصير تحسها ايوه هي شو سويت انا بقول لك شالت رجلك تذكر لما كنت شل رجلك بعدين ارجع على الثروتل عشان شل رجلك كامل لا 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 ميرا على طول هاند بريك كيف الهاند بريك هاي الانقاذ لازم شايفينه من هون هيك مع انه على فكره انا قلت لهم يمكن رح تظبطها من اول مره بس كانت او اني اولموست اولموست المشكله عند اللي هي 100% انا احكي لك مشكلتك بين برا يا فل يا اوف يا اوف مش هو قبل شوي تتحمس على الشخص الغلط قبل شوي مير وعملت بكي من اول مره هي اربيا 2 ونص اوكي هذا 2 ونص وبقول لك ادعس شو تسوي لا بس بكي من اول مره زبطت احسن ليه عملتها هيك شوي نص واحده عملتها انا توقفت عم شاد جاب بنزين هي شان بيصير معها بس عم تفتح انجل اوكي شي فورجيتس تو هولد باك ذا ستيرنج اند جست كوركت انسايد عرفت كيف Thank you.
ليفل ثاني من الاكسايتمنت. هاي ليفل ثاني. This is الرئيس الاخير. الرئيس الاخير. برو. جبته حلو ها؟ طلع مش عارف يحكي. والله مش عارف يحكي. I don't know how to explain the feeling. Cannot explain the feeling. انا هاي كل الفيديو بدي اعمله عشان الناس تعرف. صعب تشرح الا بده يعني لازم يشوف يشوف والله العظيم اكسبيرينس وشعور جدا 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 رائع. يعني شعور من الاشياء اللي انت ما تقدر تتصورها وتخيلها. حتى ما اقدر اوصف شعوري اللي لازم تجربون. انا في حياتي ما جربت لا كار ريسينج ولا جربت دريفت ولا سويت اي شيء. فاول مره جيت كنت شوي خايف بس الصراحه شعور جدا جدا لا لو تفوته انت خسران. سيرفينج ولا ليفتينج؟ اقول لك I'm gonna sell my boards right now. It's more safe. انا ما عملت سيرفينج كسرت ثلاثة ريبس. هون ما بصير فيك شيء مستحيل. والله كنا حنغرق كنا ضبط كوم انيشيشن كليبينج بوينت. بس تعلم تضرب. انا عارف شو يعني كليبينج بوينت. يعني مثل شوف دروك في مثل لاين اوكي لازم انت تمشي على اللاين. فلازم كل لازم تكون قريب من اللاين. اللاين في مثل مربعات لازم انت تصور عليها. اوكي يعني عندك تراك معين تمشي عليه بعدين بعد ما الف ارجع. ترجع اول شيء بس انيشيشن يعني تبدا درب وتطوف الكليبينج زون بعدين توقف. نروح نجهز الاكل صح؟ سكر يا جهاز الاكل تعال. انا صراحه جعت. سيت اب حلو صراحه. عمين اول مره بتطلع عليه مزبوط. دائما بكون جاي نعمل تستنج للسياره مع جويين شرس. اول مره فعلا بتطلع عليه كثير حلو. السيت اب قاعده بالشتويه هنا حلو يا اصدقاء. هي الحكي الصح. هم جايين نعمل دفتن. هم جايين نعمل دفتن. نحن جايين ناكل. اوكي مستر احمد ايش الاخبار؟ ايش ready for some tandems after they're done؟ طبعا اكيد انا مستنى. بنهضم على رواق عرفت كيف؟ نسلى شوي صغيرة بعدين نتعشى بس يخلصوا ايه اسمع ما بدي باكي تروح الا وشه كله اسود طبعا. ما اذا ليك اسمعي ما تمسحي ولا شيء. ايش رايكم هذا حالة الدريفترز؟ حتى اسنانك سود صار. لا على فكرة جابوا كل هذا صار زقفوا والله زقفوا بس صار انه اديت من اول مره باي ذا واي. بس هذا الاديت بكذب عليكم. لازم اجيب اللكسس. ما في مجبتك ما شو هي في كورفت صاير والله بكورفت مشكله. ما في ما في باسنجر سيت جد والله. ألف سنة مش شايف سيارة ستوك بس خلينا نشوف. راح يصير ألف حصان أناص. ترجع للأيام الجديمة. صراحة ولا عم بس السيارة أضاف من 450 حصان. حياتي. باك تو جراس روت. باك تو جراس روت. باك تو جراس روت أنا زمان أي مس أحمد بيتين. بس باكي طلعت بالسيارة مزبوطة صراحة. أيوة يعني جربنا الإكسبرينس الناري. ألف حصان. هلا نطين ب 200 حصان. الحمد لله that makes me feel safe. زين اوكي شو راح يصير؟
We're gonna win. شو راح يصير بعد؟ We're gonna show them how it's done. عشان هيك بتسلوا والله. سيريس انا اول مره جاي ستوك كار يعني هيك اقول لك ذاك اليوم يقول هو ما يحب الزاد. هو الحين هي مش فكره زاد ان شاء الله زماز دمياتها بس فكره انه سيارات ستوك والله كثير ما ايش قال مال دمياتها. اقول لك قال لي ذاشتي بعدها ما تسمع لي انت على السريع لحظه بسيطة. هاي بدأ الفاتورة سيدك. Tires is a few. Yeah. ما يخلص التاير يعني كل يومين عليه عادي. Rolling start. We'll be right back.
استمرت شوي. غير المستعك بعد ما صرت صراحه عادي ما عندي مشكله اسير اجي استاجر واحد بيقعد ساعتين هيك والله جد بحكي حصلت زبون ها شايف هذول معلم شو صار فيهم هيك ليش هيك ليش هيك ضوء طيب هيك ضوء هذا بيطلع ايش مش كويس هذا لا تحرق الكاميرا اي اي ايش لا 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 خلص اي على باب بقول عنده كاد عامل ليه عم خلص شو زياده عن الفحم الفحم خلص راح راح برودكت قاعد شو احمد كيف كانت تاندم اي ثينك يو هاف جود فوتج يو ثينك اي اولويز هاف جود فوتج شلون كانت التجربه نتوقع بين من وجهي قديش تعبت اللي صار في اليوم تعبت اما تعب ورثت يعني الادرينالين كان طالع ومن قبل دي بنحب نجرب هالتجربه ثانك يو سو ماتش احمد اللي سمحت لي اني نجرب هالشيء وثانك يو سو ماتش البرو اكاديميه بالهم كان واسع يعني طولوا بالهم معايا كل الاغلاط اللي عملتها كيف حكيت لكم عامين ما سقتش ولا سياره لين اليوم نعمل في دريفتينج والله ما اقدر حتى اوصف عن شعوري من كثر ما انا مستانس ومن كثر الاكسبيرينس كان جدا 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 خرافي صراحه هذا اكسبيرينس انا ما اقدر حتى اعبر عن شعوري من كثر ما حلو انا اقولكم اذا انتم ما جربتوا هالشيء لازم تجربونه انا في حياتي لا سويت دريفت ولا حضرت مباريات دريفت او السيارات السريعه بس الصراحه الاكسبيرينس كان one of a kind اكسبيرينس ما تقدر تحصله في اي مكان ثاني ما جربته لازم نجرب هالشيء صراحة شعور جدا 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 جميل هذه مو بآخر مرة وأنا توني كلمت الشباب على برو دريفت إن كيف نقدر نسجل مرة ثانية لأن أنا أكيد مليون بالمية أجي صراحة المدربين كانوا على قد ما علموني كل شيء عبد الرحمن ما قصر علمني والحمد لله قدرت أسوي اللي هو كان يتكلم عنه وأنا أصلا دخلت كنت خايف لأني ما مجربنا قبل بس الحمد لله علمونا وكان سيف وسويناها بطريقة أحسن ما تروح تسويها في الشارع تعال هني في حلبة موجودة الشباب يعلمونك لا تضيع الفرصة Let's go baby اللحمة شكلها مش منيحة يا مش عارف انت حظك مش كويس أحمد زي ما كل شيء لا في سفر السنة هاي اللحمة أول بوعب الكيو يا قلبة منيحة يلا امسك أنا راح أقدم استقالة عن جد اعطينا ريفيو على السندويتشات اللي يعني سندويتشات ريوردينج يعني انا بستاهل بعد احنا جبناه من برجر كينج صح احمد ما سوى شيء صح ليش لا هذا بس فرايز ظلمته اول برجر من برجر كينج احمد حركت اللحم انت لا 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 لا, لا, لا انا بس جبته سخنته ويت يو هاف ا جوينت نو هاد هاد اه شوف يستل هاف ات لانه مشان يعرف يسوي الجريلينج بك شويهك بالاكسبيرينس سويتيها لا نار يعني المشكله الحاجه الوحيده انت ما بحكي انا ادمان انه حابه يوت مور حابه على هذا ايوه اوكي خلصنا هذا اليوم طويل كما شفتوا طلعوا وش اسود هون اسود كل محل صراحه انا بس بركب بالسياره يمكن 10 دقائق صراحه عن جد صراحه كثير انبسطت بالطريقه اللي عم يدربوا الدريفتنج انا اول مره بحضر كيف بيعملوا ليفل 1 بعدين ليفل 2 ليفل 3 بعدين كيف بيعملوا البريفنج كيف الشرح بيصير اول شيء نظري بعدين بيصير عملي ان شاء الله تكون فادتكم هاي الحلقه من كل الاسئله اللي بتجيني كيف نتعلم مثل ما شفتوا محمد تعلم وصل ليفل 3 2 بابي كمان سيم كمان سات ليفل 2 اند اوف ليفل 2 بكيت بيجينينج اوف 2 بس الفكره بس ما تنسى كمان بكي صار له سنتين بالضبط فيا عن جد بحب اشكر ميرو برو دريفت اكاديمي واكيد محمد فلاسي صراحه ما بيعرف محمد فلاسي محمد فلاسي اللي هو جاب الدريفتنج بالشرق الاوسط خلينا نحكي او التاندم دريفتنج بالشرق الاوسط اللي هي زمان كان دريفت يو اي يس زمان ذكريات اني ويز ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه ان شاء الله تكونوا استفدتوا هاي اهم شيء كل فكره هاي الحلقه كل فكرة هاي الحلقة انكم تستفيدوا ان شاء الله تكون الحلقة هاي جاوبت على كل الاسئلة اللي بتسألوها وفي شغلة حلوة صراحة رح نعملها رح يقدموها برو دريفت اكاديمي والميرو اللي هو اوفر از كامينج فروم احمد دحام سايد هي ويل انستنتلي جيت 10% ديسكاونت وانا حصفي دافع الفرق 10% بس عن جد يعني شفتوا الفيدباك من الكل شفتوا قديش يعني محمد نزل بيقول لي شعور ما في توصفه ان شاء الله كل حد يقدر يجربه ايمتى ما تكونوا بالامارات تتواصلوا مع ميرو مع برو دريفت اكاديمي وبيظبط كل الموضوع بس بدون مشاوي هاي مشاوي هاي مشاوي هاي مشاوي مشاوي هاي مشاوي هاي مشاوي هاي مشاوي هاي مشاوي
اللي ما يريد يسوق يقدر يطلع جوي رايدز. Yeah, of course, passenger rides. We do drift taxis, passenger rides as well. Yeah. A group of people they come and then we can give them the experience. Yeah, yeah. For sure. إن شاء الله رح يصير يعملوا قدام. Hopefully we'll be do more meet for the community. صراحة كثير عجبني اللوكيشن. فيني كثير حلو. انسوا الأصوات هاي. بعيدة على الأصوات. حطوا ميوت بس. اقعدوا هون تتسلوا. المهم إن شاء الله تكون عجبتكم الحلقة. ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب ونشوفكم الحلقة الجاية. عادي جيب من الهون. محروقة اوريدي هنا. لا ما المفروض ما يطلع. بس ولع هني عطني غاز شوي. والله اني اتفاجئ اول مرة بحياتي. بس انا عايبني هالجهاز والله شوفه. حرق لا سوري.